معايا رأي آخر مهم جدا، دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. دكتور عبد المنعم أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بحضرتك، أنزلك الفيديو معلش عشان إيه لو كنت نسيت الثانيتين دول أعيده لك تاني. أنا مش في البيت ولكن خلي المشاهدين يرونه يعني. أنا بكلمك من بره. طب معلش السادة المشاهدين يشوفوه تاني وحضرتك اسمعه بس. العب يا تامر نزل. اخس اخس عليك. انا اسفة يا دكتور عبد المنعم يعني اني بسبقك في الكلام، انا في انتظار رأيك. اتفضل حضرتك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. القرآن كلام الله، وكلام الله له تلحينه وموسيقاه الخاصة لا تصاحبها المعازف ولا تصاحبها آلات الغناء. علي تامر الذي أسمع به أنا طبعا لما أرى المشهد بقول لحضرتك بكلمك من برة، الذي أسمع به أن هناك معازف يلحن بها آية القرآن الكريم. وهذه مصيبة من المصائب الشديدة التي لم ترى من قبل. يعني القرآن كلام وكلام بحر الملائكة. القرآن إذا ما حضر حضرت الملائكة وتنزلت الرحمة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كيف تكون الرحمة وهناك معازف وهناك آلاف طرب وهناك انصراف عن الخشوع، انصراف عن التدبر، انصراف عن التأمل، انصراف عن أي القرآن الكريم، إنما الأذن مع الموسيقى. أن نسمع كلام الله مع الموسيقى، هذه موسيقى من المصائب التي يجوز شرعا على الإطلاق أن تصاحب المعازف أي القرآن الكريم، ولكن شرعا تدبر كتاب الله، تدبر المعاني، تدبر الآيات. اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. وتباكوا حسنوا أصواتكم بالقرآن، حسنوا أصواتكم بالقرآن، ولم يقل بالموسيقى. ولذلك البلاء الذي يقع علينا حتى هذه الأيام المياتم وفي غيرها كما نسمع القراء، انصراف كامل عن الخشوع والتدبر في كتاب، انما صارت المساله مساله بزنس لا اكثر ولا اقل. فلان بياخذ كام، فلان اجر كام. واضيف الى الموسيقى الجديده واقول لك في المقالات، هل قرا سيدنا جبريل عليه السلام القران على رسول الله بالمقامات وبالموسيقى وبالمعازف؟ حاشا وكلا. فعلوا ذلك؟ هل رأينا التابعين فعلوا ذلك؟ هل رأينا الأمة الإسلامية منذ أن انتصب منبر الإسلام تحت سماء مكة وإلى يومنا هذا فعلوا ذلك؟ إن هذا إجرام في حق القرآن، ويجب على القانون أن يتدخل. القرآن كلام الله متعبد بتلاوته، بتلاوته لا يليق أبدا أن تصحبه المعازف ويصاحبها. لبكرة سنجد في الحفلات الشعبية أن يغني بسورة الكوثر، واللي يغني بسورة هو الله أحد، والرأي الفنان الكبير فلان الفلاني. لا لا لا، لابد من وضع خطوط حمراء لهذه الأمور التي لا تليق أن تنسب لكتاب الله أو تصاحب القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى. أنا بشكرك جدا دكتور عبد المنعم. الحقيقة يعني كان لازم رأي الأزهر،
ومن الواضح انه جامعه الازهر او الازهر في اعتراض طبعا، وانا كنت بحب ان انا اجيب لكم كل الاراء علشان ما يبقاش رايي مذيعه لوحدها غيوره على دينها وبتحب يعني دينها وبس، يعني مش من هذا الباب.